واضح ان البوبس نفسه زرجن، يعني هو البوبس نفسه معترض على موضوع جوزك على ما تعودين. جاهز معانا اخر كلام نشوفه. عاوز اسال حضرتك، هل طبعتي طباع زوجك على طباعك ولا العكس هو اللي طبعك بطباعه؟ لا هو العكس. العكس. هو اللي طبعني اكتر على طبعه كده يعني. تالي الست اكتر. بتاخد منه وبتتعامل معاه ان هي عايشه معاه. عايشه معاه بتشوف طبعه ايه، بتتعامل نفس طبعه. هي اكتر، وفي نفس الوقت الست هي اللي بتقركم حياتها. كنتش هاديه، كنت عصبيه. جدا. لا هو ريلاكس، فخلاني ريلاكس يعني. طبعتيهوش انت باي طباع من؟ لا شوي. لا عرفتش. الزوجه عموما لما بتبقى مسيطره خلاص انسي، لكن لما الزوج بيبقى طباعه حلوه وما عندوش الاستعداد للتغيير، في زوج بيبقى عنده استعداد للتغيير مهما كانت طباعه، تبقى طباعه حلوه وكل حاجه بس الزوجه بيبقى عليها سيطره جامده وبتغير من طباعه، بيبقى طباعهم اكتر لو الاثنين نفس الدماغ، او الاثنين متكافئين شويه، ده بياخد من دي حاجه ودي بتاخد منه حاجه وبيكملوا بعض. انا بحس الموضوع اتفاق قوي، يعني انا من وجهه نظري كل واحد بيشوف اللي بيريح التاني وبيحاول يعمله عشان الدنيا تمشي لا لا لا، هو عشان الدنيا تمشي وتبقى مستقره يعني. عودته اللي انا يعني من ناحيه المسؤوليه والدنيا والعيشه ان انا ببقى شايله الدنيا اكتر منه. بس عشان خاطر الظروف اللي احنا فيها. مفيش حد بيتطبع بطباع حد. ما كانش كل المشاكل دي حصلت. كلهم على طول في خلاف كل المنجم. لا هي بتاخد من طباعه وبتفهمه وبتبقى خلاص حفظته يعني، فاهمة؟ طالما الست بتحب الراجل معاها او الكلام ده بتحفظه، لكن الراجل لا، مفيش الكلام ده. كل الآراء ما حدش يقدر يقول عليها إنها آراء غلط أو آراء يعني ثبت صحتها 100%. يعني على ما أعتقد كده، تعالوا نعمل معادلة تجمع ما بين كل الآراء اللي سمعناها. إن الاتنين بيتعودوا على طباع بعض ويعرفوا يتعاملوا مع الطباع التانية، زائد إن كل واحد من الزوجين البيئة اللي تربى فيها مختلفة، اللي حواليه ناس كلها مختلفة، التعليم ممكن يكون شوية مختلف حتى لو في نفس المستوى، بس ممكن يكون مختلف. فالواحد ساعات ياخد أحلى ما في اللي قدامه ويحاول إن هو يبقى فيه. يعني ليه لأ، لو لقيت جوزي عنده ميزة في شخصيته إن أنا أحاول أتطبع بيها، زي ما واحدة من يعني الضيوف قالوا إن هي عصبية وجوزها ريلاكس كده، فهي كمان بقت ريلاكس. ممكن ناخد احسن ما في بعض، لكن مقوله ان حد يغير حد تماما غلط في غلط. طيب ايه رايكم بقى نبدا حلقتنا النهارده وهنتكلم عن مشروع تخرج اسمه زواج باطل لمحاربه زواج القاصرات، وبيجسد فعلا المآسي اللي بتحصل جراء الزواج المبكر للفتيات. هو دلوقتي مجرم بالقانون، لكن هنعرف عن المشروع ده أكتر بعد الفاصل، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد، وفقرتنا الأولى النهاردة هنتكلم عن مشكلة خطيرة جدا بتواجه الفتيات. المشكلة دي أثرها يعني أقل ما يقال عليها أنها أثر كارثية، سواء على البنت نفسها أو على أسرتها وعلينا إحنا كمجتمع بأكملنا. مشكلة زواج القاصرات مشكلة كبيرة، والأرقام على فكرة تخض بحق وحقيقي يعني. وصلت الأرقام حسب آخر إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر مسح ديموغرافي صحي في مصر، وصلت لكام حذركم؟ ل 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 سنين يا ظلمة، 10 سنين ل 17 عام. دول بقى يا اما متجوزين او حتى يعني استعجبوا زي ما انتم عايزين، سبق ليهم الجواز. الرقم ده خطير جدا. ضيفتنا النهارده هي
كانت طالبة، يعني هي متخرجة السنة دي من فنون جميلة، حست بالمشكلة دي وشعرت قد إيه مدى خطورتها، قررت إن هي تعمل مشروع التخرج عبارة عن جدارية على يعني شكل صورة بتعبر عن مشكلة زواج القاصرات، ورسمت المشروع وسمته زواج باطل لمحاربة مشكلة زواج فتاة لم تبلغ السن القانوني من راجل مسن. هنتعرف على تفاصيل المشروع، وطبعا بنحيي ضيفتنا على الفكرة كمان، داليا شريف، خريجة كلية الفنون الجميلة قسم التصوير الجداري. ازيك يا داليا؟ ازي حضرتك؟ مبروك التخرج اولا. احكي لي بقى، يعني كلميني المشروع ده، مشروع التخرج طبعا بتبقوا محتاسين انتوا كطلبة، هنقول ايه وهنفكر ازاي؟ ليه اخترتي التوبيك ده او موضوع زواج القاصرات عشان يبقى مشروع التخرج بتاعك؟ هو الموضوع ما كانش بعيد عني خالص، يعني انا من زمان بهتم بقضايا المرأة وبتابع التطورات اللي بتحصل فيها، فكنت مقررة ان مشروع تخرجي هيبقى عن قضية خاصة بالمرأة، بس ما كنتش محددة. يعني اخترت زواج القاصرات عشان حسيت ان هو ممكن يكون قضية مهمشة ومحتاجه ان احنا يعني نسلط الضوء عليها، ولسه محتاجه معالجه، يعني غير قضايا تانية بقى فيها تطورات ايجابيه بتحصل زي التحرش او الختان، بقى سهل مثلا على السوشيال ميديا حد يبلغ ويتاخد اجراءات قانونيه وكده، فكان نفسي يعني يحصل معالجه. انك انت تعملي سبوت عليها اكتر. أيوة. من كده. طيب طبعا زواج القاصرات دلوقتي عندنا في مجرم منع الزواج اقل من 18 سنه يعني للبنات. أيوة. وللولاد حتى كمان يعني سن 18، لكن كلميني بقى على زواج باطل. الجدارية دي كان في كام؟ عملتيها لوحدك ولا ايه؟ وعملها فين؟ هو العنوان المشروع زواج باطل، اخترت العنوان ده عشان كنت عايزة اوصل فكرة ان حتى لو الزواج تم بالتراضي فهو زواج باطل وغير شرعي، حتى لو البنت موافقة، لان هي لم تبلغ السن القانوني، فبالتالي هي يعني غير مكتمله الاهليه، ما عندهاش القدره ان هي تاخد قرار، وغير مكتمله جسديا ونفسيا وعقليا ان هي تخش في تجربه زي الزواج ده حقيقي. المشروع الجداريه عملتيها فين؟ هي على خشب، مساحته 175. احنا معانا صور يا جماعه، ممكن نشوف كده الجداريه بتاعت داليا ونشوف قد ايه عكست الفكره دي. هي دي؟ ايوه. اوكي، اشرحي لي بقى. دي خشب؟ ايوه، يعني استخدمت خامات جداريه زجاج ملون وموزايك على الخشب. هو المشروع بطله شخصيتين، البنت القاصر والراجل. ويعني تعمدت ان انا اظهرها بشكل مختلف، يعني غير الصوره النمطيه بتاع الفرح او الزواج او كده، ان انا اظهرته بشكل راجل يعني متلصص عليها من ورا حائط غرفتها، وفي نظره يعني طمع، وتعمدت ان انا اظهرها يعني متمسكه بالدميه بتاعتها لسه صغيره، عشان يعني دلاله على تمسكها بطفولتها. واستخدمت عناصر برضو توصل فكره بشكل غير مباشر، زي نبات الصبار، لان هو نبات جاف زي مشاعر الراجل يعني ده. وفي تحت الكتاب اللي هو كاتب الكتاب، وفي دبلتين باحجام مختلفه، عشان يعني دلاله على الفجوه اللي بينهم. وعامله علامه ممنوع الدخول. أيوة. يعني صح، يعني ان ده ممنوع. ايوه، انت حاولتي تعبري بكل الالمنتس اللي معاكي، يعني انت فكرتي في كل حاجه بدقه. دي خطوات بقى. أيوة. او المراحل بتاعه البروجكت. يعني هل بتاخدوا موافقه الاول في الجامعه او في الكليه يعني على موضوع التخرج الاول؟ وكان ايه رد الفعل تجاه الموضوع ده، زواج القاصرات؟ هو كل واحد بيختار يعني الفكره اللي هو يعني حاسس ان هو مايل لها، وبعدين بنبتدي نعرض بقى على الدكاتره الافكار بتاعتنا بالسكتشز اللي احنا عاملينها وكده. لا بصراحه، اول ما عرضت الفكره اتوافق عليها من غير اي يعني من غير اي تغيرات ولا اي حاجه، وابتديت انفذها على طول. يعني التنفيذ خد مني حوالي شهر ونص. شهر ونص. أيوة. انت كنت بتعمليه لوحدك؟ ايوه لوحدي. ولا انتوا بتبقوا مجموعه بتعمل بروجكتس مع بعض؟ لا، كل واحد لوحده. كل واحد لوحده. حجمها كام في كام؟ 175 متر في 75. أيوة. يعني برضو مش صغيره، يعني لا. مش عمل فني صغير. هل اخذتي بقى افكار، يعني دورتي على صور على لغايه لما طلعتي الصوره اللي انت راضيه عنها في الاخر، ولا عملتي ايه؟ المراحل اللي خلتك يعني تقدمي حاجه زي كده؟ وانا بعد ما اخترت الفكره ابتديت اعمل ريسيرش كتير قوي، لا عشان اقدر افهم، يعني افهم الموضوع ازاي بيتم اصلا، وايه الاسباب اللي بتدفع الاهل ان هم يتجوزوا بناتهم صغيرين،
والنتائج السلبيه سواء على البنت او المجتمع عشان لا اقدر. لا انت تعمقتي يعني. أيوة. مش بس الشكل. لا لا انت عشان ترسمي ده حاولت افهم الموضوع بيمشي ازاي. وبعد كده ابتديت كمان اتفرج على فيديوز كتير قوي وافلام وثائقيه عشان افهم احساس البنت بيبقى ايه واقدر اوصله في العمل. يعني انا برضو بعد كده عرفت ان البنت يعني ما بتبقاش حاسه اصلا بالمأساة في الوقت ده يعني خالص، ولا ممكن تبقى فرحانه كمان، لان ده بيبقى العادي في كورة كتير، وان اول ما البنت تتم مثلا 14 سنه بيجوزوها. وتعمدت ان اظهر ده في العمل، ان البنت هي مش يعني مش بتعيط ومش بتصرخ، بس مذهوله، هي مش فاهمه ايه اللي بيحصل، مش فاهمه، وفي نظره ترقب يعني، هي مستنيه المتفرج ان هو اللي ينقذها او هو اللي يبقى فاهم اكتر فاهم اكتر. طب هستاذنك كده، ليا معانا تليفون مصري. الو يا مصري. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والاستاذينه، وتحياتي لضيفه حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب بس هو بس انا عايز اصحح مع يعني عباره بس، هو مش زواج قاصرات، هو زواج اطفال. ده الاسم الصحيح اللي يطلق عليه اطفال، ودي جريمه في حق الانسانيه. صح، جريمه في حق الانسانيه. المفروض الوضع الطبيعي بيبقى فيه لجنه علميه متخصصه، اساتذه، اطباء بيقولوا الفتاه تصلح ان هي تكون ام عند سن كذا، فرضا 18 19 20 21، اللي يقولوه الاساتذه الاطباء المتخصصين هو اللي يطبق، هو اللي يجب الالتزام. لا احنا بيحكمنا يا فندم قانون. أيوة. احنا القانون بيقول ممنوع زواج القاصرات او الاطفال قبل سن 18 سنه، وقت ما بيبقوش اطفال. لا بس هو على ارض الواقع يا استاذه دينا في زواج اطفال سن طبعا. 14. امال الدوله ليه بتعمل قوانين وبتعمل حملات للتوعيه، وحتى احنا كمان كبرامج وكاعلام بنسلط الضوء على التصرفات دي، علشان دي تصرفات غير مقبوله بنرفضها بشده في المجتمع المصري. هي جريمه في حق الانسانيه. وبعدين حق. وبعدين انا عايز اقول عباره، معلش يعني انا كنت عملت مداخله مع حضرتك قبل كده من فتره طويله مع حضرتك، هقول العباره، والعباره دي مهمه جدا. زواج الاطفال مظهر من مظاهر الفاشيه الدينيه اللي حكمت مصر في 2012. صحيح. يجب محاربتها. صحيح، اشكرك شكرا جزيلا. يعني هو احنا بنبص ازاي النهارده في فقرتنا قد ايه الفن ممكن يخدم اغراض بتاسس للفكر في المجتمع بتاعنا. فداليا كان ليها الحمد لله يعني فكر مختلف ان هي تقدم من خلال الفن. طيب علشان وقتنا بيخلص يا داليا، وبنشكر طبعا استاذ مصري شكرا جزيلا على مداخلاته دايما معانا، لكن قولي لي كده بقى، العمل الفني ده خلاص اتخرجتي، شايفه الاعمال اللي جايه بتاعتك ممكن برضو تفضلي ورا قضايا ولا هتعملي ايه؟ لا نفسي جدا اطور نفسي في الفن الجداري النسوي بشكل خاص، لان هو مش نسوي. أيوة. ان هو مش منتشر في مصر خالص، وكمان انا شايفه ان الخامات الجداريه زي الفسيفساء والحاجات دي ممكن ان هي يعني محتاجين نشوفها اكتر في الشوارع وفي الميادين. صح. وفي محطات المترو، لان هي تقدر توصل لاكتر عدد من الناس بشكل بسيط، حتى الفئات البسيطه تقدر تستوعبها. وكمان يعني هو كمان الخامه هو يعني ليه صفات زي الاستمراريه، وان هو يقدر يعني ما يتاثرش بالرطوبه كتير على ايوه، عكس الرسومات اللي هي ممكن تبقى على الحائط ممكن يتم تشويهها او محواها بسهوله. عندك حق. فنفسي ده يبقى منتشر في الشوارع. يعني انا ان شاء الله نفسي ان انا اطور نفسي في المجال ده جدا. ويعني طب بصي بقى، هحلم معاكي كده قبل ما اشكرك، الجداريه اللي جايه بتاعتك موضوعها ايه؟ ما بداتيش تفكري بعد الشكل الجميل اللي طلعت فيه الجداريه اللي فاتت؟ نفسي ان انا ممكن اركز اكتر على يعني جداريه لتمكين المراه اكتر. أوكي. من اظهار مشاكل. لا برضو نظهر تبقى جداريه كبيره قوي. ايوه ده احنا عندنا 8 وزيرات وعندنا قاضيات وعندنا حقيقة. حاجات كتير عايزين نؤرخ ليها على الحوائط. داليا شريف انا بشكرك، الف مبروك التخرج، وكان مشروع رائع انك ربطتي مشروع التخرج بمشكله في المجتمع المصري. بشكرك على التفكير. شكرا ده. شكرا مرسي. جزيلا يا داليا، والف مبروك مره ثانيه، مستنيه الجداريه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. دي كانت فقرتنا الاولى، لكن لسه عندنا فقرات كتير، خليكم معانا مع ست الستات بعد الفاصل.
لحضراتكم من جديد. وطبعا جهازنا الهضمي له وظائف كتير جدا. في ناس كتير فاكرة ان المعدة بس هي دي الجهاز الهضمي، لا، الجهاز الهضمي بيتكون من أعضاء كتير، زي مثلا البق أو يعني الفم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، الراكتم أو المستقيم. كمان بتساهم الأعضاء الثانوية المحيطة به زي البنكرياس، المرارة، الكبد، كل دول بيساعدوا أيضا في تأدية وظائف الجهاز الهضمي بالشكل المطلوب. معلومات كتير جدا هنعرفها النهاردة، منهم إزاي يعني أقدر أعالج إزاي جهازي الهضمي لو أنا حاسة بعدم راحة. النهاردة معانا هتقول لنا كل أسرار راحة الجهاز الهضمي دكتور سارة المهدي، خبيرة التغذية العلاجية. دكتور سارة برحب بيكي معانا دايما. ميرسي يا أستاذة دينا حبيبتي. يعني زي ما بقول كده، الناس لما تقول لها جهازك الهضمي تمسك معدتها، مع ان في حاجات كتير قوي زي ما قلنا. ايه تعليقك وازاي اقدر ابقى حاسه براحه في الجهاز الهضمي كله؟ هو دايما بيمسكوا المعده لان ده الشيء المستخبي، انا مش عارف ايه اللي بيجري جوه، بس انا عماله ازود في الحمل. يعني في ناس، انا في بعض البيشنت كانوا يكلمونا، يا دكتور انا ساعات بيجي لي وجع في بطني، فانا بقول يمكن عشان اكلت سكريات كتير فاشرب لبن. طب ما اللبن فات كتير، دسم كتير، ممكن يكون عندك عسر هضم، فانت بتزود من عسر الهضم. بس احنا عارفين ان اللبن حلو للكونستبيشن، بس مين قال لك ان انت في اخر مرحله من الهضم؟ لان الهضم مراحل، ده بيبتدي من الفم، من فروم ماوث، السلايفا بتطلع، بيبتدي في امتصاص للكربوهيدرات، بعدين البنكرياس يبتدي يطلع الانسولين، الجول بلادر، المراره، الفاتس. طيب هو سيستم، انت عارف انت عطلان فين؟ لا ما ممكن تكون في نسبه الدهون. بالظبط، ده حتى لما بيبقى حد بيشتكي من مغص ممكن يطلع اي حاجه، ممكن مش المعده بس، ممكن تبقى الكلى، ممكن يبقى الكبد، ممكن اي حاجه من في ناس كتير تدخل يقول لي انا عندي عسر هضم، وتلاقي عنده اضطرابات في المراره، انه اكل اكله دسمه فالمراره مش عارفه تطلع الجوس بتاعها او العصاره المراريه اللي هي بتخش في امتصاص الدهون مع الكبد. طيب احنا النهارده بنتكلم عن منتج اوندي او مكمل غذائي اوندي، كلميني كده دكتور ساره، احنا طبعا شايفينه على الشاشه، قولي لي ايه علاقته بالجهاز الهضمي وهيأثر في انهي عضو من الاعضاء؟ اوندي ميزته ان هو مجموعه من الاعشاب الطبيعيه، وكمان حاصل على ترخيص وزاره الصحه. يعني انت بتاخدي منتج طبي علاجي وفي نفس الوقت هو مكمل غذائي ليكي، حاصل على ترخيص وزاره الصحه. فانت هنا ضامنه 100%، مش بتاخدي حاجه تاذي جهازك المناعي او جهاز الهضمي او اعضاء، لان احنا قايلين ان هي اعضاء مستخبيه انا مش عارف ايه المتصاب فيها. الميزه فيها ان هي بتساعد من عمليه الهضم من اول الفم لغايه ما تخلص من السموم خارج الجسم. لو في مشكله في الامعاء الدقيقه او في اللي هي اللي بنقول عليها اللارج انتستين والسمول انتستين، بيزود من حركه اللي هي الامعاء الدقيقه، بيزود كمان من افرازات او اللي بنقول عليها الدايجستيف سيستم او الدايجستيف انزيمز اللي هي الانزيمات الهاضمه. لو عندي مشكله وعندي كرونيك كونستيبيشن، عندي امساك مزمن، فانا دلوقتي الاكل بقى متجمد، محتاجه ان انا اكسره واتخلص منه، محتاجه ان انا اقلل الاكسده. دايما المشاكل جهاز الهضمي بنلخصها في كلمه الاكسده، بتعرض لاكسده كتير، الاكل بيتاكسد كتير، هو اللي بيطلع لي ال H2S، بيطلع لي الغازات اللي بتعمل لي انتفاخات والوجع. فانا هنا برضو محتاجه حاجات مضاده للاكسده، كل ده متلخص في اوندي. قشور الباسيليوم اللي بتظبط حركه الامعاء وبتظبط الهضم او سرعه الهضم، في كمان فيتامين اي وسي وي اي مضادات الاكسده، فانا كده بتخلص من اكسده، بتخلص من الغازات الغير مستحبه. وكمان الوجع، في بقى بين ريليفر، في جارسينيا، وفي الكافي، في حاجات كتيره فيه مميزه غير الاناناس. يعني كمان الاناناس حلو جدا 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 في هضم الفات اللي هي الدهون. بالعكس بيسرع من ان انا اتخلص من الدهون. الدهون هي بتبقى الكومبليكيتد اليمنت او اللي هي العنصر اللي هو مش صعب جدا. ايوه بالظبط، هو بيبقى صعب بس جدا. انت كده خليتيني يعني لما بتقولي جارسينيا وبتقولي المكونات التانيه، على طول بيجي في مخي برضو ان قد ايه ممكن يعني او اقدر اسال اذا كان هيساعدني ان انا اتخلص من الدهون الزياده اللي باكلها في اكلي، هيبقى عامل مساعد على ان يعني ما تتخزنش الدهون
الدهون ولا ملوش علاقة؟ لا لا طبعا ليه علاقة كبيرة جدا. انت جهازك الهضمي عبارة عن هو اللي كونكتد بكل الأجهزة. صح. امتصاص دهون هو كونكتد بالغدة الدرقية. فأنا دلوقتي عندي حاجة بدل ما أنا الأكل عندي بقالها ساعة في جهاز الهضمي فعمالة كل شوية بقى امتص اللي أنا عايزة امتصه للسكريات وأحولها بقى من جلوكوز لعناصر تانية. ابتدي بقى الدهون اتشبع بقى واحط دهون مشبعة وغير مشبعة وأدي الليفر شوية. كان انا بخلص من الحركه وبخلص من التخلص اللي هي المواد السامه اللي احنا بنسميها دي مواد غير مستحبه زي الترايجليسترايد وزي الكوليسترول. فكمان ده كمان علاج ان انت بتتخلصي من الدهون الغير مستحبه. فبالتالي الناس اللي عندها مشاكل الضغط او الهارت فيلير او عندها امراض الضغط او القلب هتخلص منها. يعني بيفيد كمان في الكوليسترول الضار جدا جدا. طيب دلوقتي في ناس احيانا بتقولك ايه لا ده انا عندي مغص انا عندي قولون عصبي. هل ده له علاقه بالقولون العصبي؟ يعني دايما بيوصفوا مش بس حاجات مهضمه مهدئات للسيستم نفسه مهدئات للجهاز الهضمي. فهل اوندي ممكن يساعدني في موضوع طبعا لان هو في فيتامينات المضاده للاكسده بتقلل الالتهاب. القولون العصبي مشكلته ان بعد العصبيه والكلام ده كله بيلتهب بيبقى جوه لونه احمر وبينتفخ فطبعا بيزود الغازات جوه. فبالعكس ده انا بتخلص من كل ده وكمان الالتهاب هو مضاد للالتهابات بنتيجه فيتامينات A وC وE وكلها مستخلصه من فواكه وخضروات طبيعية. وحاجات طبيعيه زي البلوبيري زي التوت البري زي الكريز الحاجات دي كلها مليئه بالفيتامين A وC وE ونتيجتها هايله جدا وفي نفس الوقت موجوده في منتج واحد. طيب ندخل بقى في الجد استعمله ازاي؟ يعني هل بس استعمله لما احس بتعب ولا ممكن كمان يبقى وقايه وسيستم من يومي واخده قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ يعني وصفيني كده طريقه الاستعمال. هو اوندي وقايه وعلاج. يعني ان كيس ان انت حسيتي بمشكله في خلاص انا مش قادره استحمل الوجع وبطني فيها اضطرابات كتيره او قولون العصبي تعبني جدا فانا باخد الكوبايه العصير هو الكيس بيتفتح على نص كوبايه ميه وبقلبه وطعمه اناناس كمان فهو جوسي هو لوحده بيهدي. يعني مجرد ان انت بتاخدي عصير هي بتدي للسي ان اس عندك للجهاز العصبي انا بهدى. اوكي يعني احنا كونكتد تشرب عصير عشان تهدى فهي كلمه عصير بتهدي لوحدها. اوكي بلس كمان المواد الفعاله اللي فيه هو المفروض بيتاخد مره بس ات مورنينج الصبح بعد الاكل. لو ان كيس ان انت حاسه ان انت لا انا حاسه انها تعبانه فانا محتاجه كوبايه ثانيه هل منه الافراط هيجيب مشكله؟ لا خالص دي حاجات طبيعيه بس احنا دايما بنريكومند او دايما بنقول لازم تستعمله مره ما تستناش يبقى عندك مشكله. وانت عارف انك مريض قولون عصبي او انت عارف ان عندك مشاكل في عسر الهضم او انت بتاكلي وجبه واحده بس بالليل متاخر فانت لازم تشغلي جهازك الهضمي الصبح عشان كمان لو بنات بتخس او بنات ماشيه على نظام دايت معين ما تقلليش سرعه حرقك بالعكس حافظي على سرعه حرقك وزوديها. طيب انا عندي مجموعه اسئله بس قبل ما انسى اشتريه ازاي؟ يعني انزل الصيدليه اجيبه ولا ممكن يجي لي لغايه البيت؟ ممكن يوصل لغايه البيت بيكلمونا على ارقام التليفون بناخد الكيس كلها ايه مشكلتك نعرف هل مريض سكر ضغط. البيج دي موجود فيسبوك. فيها طبعا كل وسائل الاتصال والمراسله زائد ممكن دكتور ساره تستقبلوا اسئله برضو وتردوا عليهم. طبعا كده؟ احنا بالعكس ده احنا كمان بنقول لهم احنا محتاجين رقم التليفون للتواصل اكتر لو في مشكله صعبه او في حد بيقول انا عامل عمليه في جهاز الهضم. في ناس بتقول انا شايله المراره دي لسه سامعاها. صدقي ده سؤال مهم جدا لان اللي بيبقوا شايلين المراره بيبقوا خايفين ياكلوا اي حاجه فيها دهون. بالظبط هو عندهم مشاكل اضطرابات غير الدهون كمان السكريات بتعمل لهم مشاكل بتعمل لهم انتفاخات وعسر هضم ووجع في البطن. فبالعكس ده انا دايما المراره الناس اللي عندها قولون العصبي الناس اللي عندها عسر هضم الناس اللي عندها امساك مزمن بيقعدوا بالثلاث اربع ايام ما بيخشوش تواليت انتوا مهم جدا اوندي يكون في يومكم الصبح تاخدوا نص كيس على كوبايه ميه كيس على نص كوبايه ميه واهم حاجه ان انا اشربه الصبح. اوكي لان دايما الميتابوليزم العدد ساعات الحرق او التمثيل الغذائي دايما بتبقى المورنينج بيريد اللي هي فتره الصباح. دي لاي حاجه بقى لاي حاجه في لايف ستايل في حياتي. جميل. كنت بعمل ديتوكس باخد ادويه بشرب منتجات طبيعيه بشرب عصير المورنينج دي ما نفوتهاش. يعني في اسئله كتير كمان استقبلناها لكن ان شاء الله دايما لينا لقاءات مع دكتور ساره المهدي وكل اللي انا عايزاه من حضراتكم اللي عنده سؤال ما سالناهوش في حلقتنا النهارده يبعت على طول على الصفحه على فيسبوك وباذن الله كل الخبراء هيردوا على حضراتكم. جزيل الشكر بوجهه لضيفتي النهارده دكتور ساره المهدي خبيره التغذيه العلاجيه. شكرا جزيلا دكتور. وفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا اليوم خليكم معانا.
ومكملين مع حضراتكم فقرتنا المميزة النهاردة، لأن طبعا ضيفنا النهاردة دكتور هو بالفعل صاحب الطفرة في مجال جراحات السمنة بمصر والوطن العربي على فكرة، أيضا مش مصر بس، له أكبر عدد من الحالات الناجحة ما شاء الله على أرض الواقع في التخلص من السمنة ومضاعفاتها، وأيضا هو من أكتر الشخصيات اللي حققت اللي بيقولوا عليه مستحيل، يعني في تحويل مريض السمنة لشخص طبيعي بوزن مثالي جسمه ممشوق وبدون مضاعفات. أفضل دليل على النجاح ده هو الدليل العملي طبعا من أرض الواقع، قصة نجاح مريض سمنة قام بإجراء عملية التحويل المصغر للمعدة على يد دكتور أحمد السبكي، وطبعا مهما تكلمنا مش هنعرف نوصف المجهود والنجاحات اللي بيقدمها لنا في عالم جراحات السمنة. خلوني الأول أرحب بالأستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنه والسكر. برحب بحضرتك معانا دكتور احمد. يعني دايما واحنا بنتكلم عن الجراحات اكيد الجراحات جراحات السمنه بتختلف، انواع مختلفه، تولز مختلفه، تجارب مختلفه، وايضا مشاكل بتواجه المريض قبل ما يجري العمليه مختلفه. خليني ابدا بحضرتك الاول كده، ازاي ممكن تحدد نوع العمليه اللي بيحتاجها اي مريض سمنه؟ والحقيقه في مواصفات كتير في المريض اللي بيها احنا بنقول ده يناسبه تحويل، يناسبه تكميم، يناسبه نعمل له بالون، نعمل له كبسولة، نعمل له نحت بدون إجراء جراحي. نوع السمنة، رغبة المريض، يعني أحيانا رغبة المريض بتفرق معانا جدا في تغيير القرار وحالته النفسية واستعداداته. لكن دايما بنحدد تارجت، هل أنا مشكلتي ان انا اخس من وزني كله؟ هل انا مشكلتي ان انا عندي سكر وعايز اتخلص من السكر ومش فارق معايا الوزن، او بالعكس مش عايز اخس كتير؟ لان احيانا ده بيبقى طلب ناس وزنهم متوسط يقول انا مش عايز اوصل للوزن المثالي بس عايز اتخلص من السكر. فالتارجت ساعتها مختلف. مش هقول لحضرتك اختيار العمليه بس بيختلف، لا، طريقه اجراء العمليه نفسها حتى وهي عمليه واحده هتختلف. يعني ممكن اعمل عمليه التحويل المصغر للمعده لمريض عنده سكر ومريض تاني عنده سكر، بس ده وزنه مختلف عن ده، وده له تارجت انه يوصل لوزن مختلف عن الشخص ده. هل انا هعمل نفس العمليه رغم ان هي اسم واحد بنفس الطريقه؟ اكيد لا، والا كانت النتائج هتبقى سيئة جدا. لو عملت عملية الواحد عشان أخسسه 100 كيلو وفي نفس الوقت يتخلص من السكر، استحالة تكون هي نفس الطريقة اللي عاملها الواحد أصلا هو وزنه 100 كيلو بالزبط. وعنده سكر بالظبط. هو الحالة التانية أو الأولانية اللي حضرتك ذكرتها ممكن يكون وزنه أقرب للمثالي، بس طب هيتخلص إزاي من مرض السكر تايب 2 أو النوع التاني من مرض السكر؟ ده اللي هنحاول إحنا نكتشفه مع حضرتك. اسمح لي نبدأ بتقرير نتابع الحالة ونرجع نعلق عليها ونعرف إيه السر بالظبط ورا نجاح أي عملية. نشوف مع بعض. أنا مجدي شريف من الغربية من طنطا. أنا والله كنت بعاني بقلة النوم، كنت ساعة ما باجي أنام ألاقي جنابي منملي، لو نمت على الجنب اليمين أو الشمال أصحى زي المشلول، وكنت بكمل بقية اليوم بتاعي طول الليل نايم على سرير على كرسي في قلب أوضة النوم. وكنت بعاني من الناس برضك في الشوارع، ان يشاور عليا راجل تخين، راجل مش قادر يمشي. فكنت بعاني من مشاكل كتير، وكان وزني 186 كيلو. انا لما قررت اعمل العمليه شفت الاعلان بتاع الدكتور احمد السبكي على التلفزيون كذا مره، وكنت خايف ان انا اعمل عمليات. فلما رحت وقابلت الراجل قابلني بكل سفونيه وخلاني شجعني، لان انا ما كنتش بحب اخد اسبرينه، كنت باخد العلاج بتاع السكر يعني غصب عني. بس انا لما قابلت الدكتور فتح نفسي انني حتى اقول له انا رايق قدام منك اهوت، اعمل ما بدالك. انا رحت عملت العمليه، وقبل ما عملت العمليه عند الدكتور احمد السبكي من يومها انا ما عدتش بعاني من اي حاجه في جسمي خالص، وقعدت في العمليه 24 ساعه. قمت مروح، نزلت من المستشفى سايق عربيتي ومروح على طنطا من المستشفى سايق عربيتي، ولا حسيت باي حاجه. وعملت العمليه تحويل المسار ديت، ما كانش في العمليه ديت ما فيش في بطن غرزه واحده بس، ما فيش ما كملش نص سنتي.
حتى انا بقول للدكتور احمد يا دكتور في ما كنت عنده في ما كنت رايح للزياره الاولانيه بعد العمليه، بقول له يا دكتور انا شفت السي دي وما شفتش اللي انت عملته بمعدتي دي، مفيش حاجه شفتها نزلت مني. قال لي انت عندك سعرات حراريه يكفيك سنه قدام، فانت حالا كل اللي في نفسك كله، وانا من يومها باكل كل اللي في نفسي، ان كان البني ادم بياكل 3 طاقات انا باكل 6، بس باكلهم على مراحل وما بعانيش من اي حاجه في معدتي ولا في بطني، وانا ربنا شاهد وكيل على اللي انا بقوله. انا كنت قبل العمليه 186 كيلو ونص، انا النهارده 86 كيلو بس، واترجح ساعات ازيد 2 كيلو وانزل 2 كيلو، لكن انا زي ما اقول الدكتور احمد السك عامل لي على نظام، من يوم ما قال لي على وزني قبل العمليه انا هثبتك على كذا، لحد النهارده انا ثابت على نفس الوزن، لا زدت ولا نقصت. انا النهارده من يوم ما عملت العمليه بقيت اخد نفسي طبيعي وبتحرك طبيعي، وبقيت اشتغل بايدي في الورشه عندي. انا كنت بقالي 15 سنه ما بشتغلش بايدي عشان حسب التخن، فانا لحد النهارده بقيت اشتغل بنفسي وبطلع سلم، لما اكون شغل في عماره ولا حاجه بطلع الخمس دور وست دور على رجلي. انا كنت لما اجي اسافر باي عربيه ما كنتش بنزل من الكابينه بتاعه السواق لحد ما اروح المشوار رايح وارجع، بتنيني ثابت في قلب العربيه حامل هم نزولي وحامل هم ركوب تاني. انا بشكر الدكتور احمد السبكي على العمليه اللي عملها لي والوضع اللي هو خلاني فيه، انني بقيت اتحرك واشتغل بنفسي في كل حاجه، واني بحمد ربنا وبشكر الراجل الدكتور احمد دهوت على الحياه اللي هو خلاني اعاني منها النهارده بكل وضع. يعني دكتور انا اول مره اسمع عن دكتور بيحدد الوزن بالظبط اللي مريضه ما شاء الله يعني لا قوة الا بالله هيوصل له، لا ينزل اكتر ولا يطلع عنه اكتر، ممكن كيلو فوق كيلو تحت. عم محمد سعد يعني الكلام اللي هو بيقوله وصورته قبل وبعد، ازاي شخصت له حالته وايه المختلف عن حد تاني ممكن يعمل نفس العملية؟ هو احنا قلنا له هو احنا هنشيل لك 100 ونسيب لك ال 86. ايوه. هو الحمد لله احنا عاملين العمليه بقى لنا سنين طويله دلوقتي، 86 يزيد 2 كيلو يقل 2 كيلو، لكن هو سيت اب خلاص على 86. دكتور ده بيقول بياكل كل اللي هو عايزه، وبيقول الشخص الطبيعي بياكل 3 مرات هو بياكل 6. هو الحقيقه ده من اكتر ما يميز عمليه التحويل المصغر للمعده عن اي عمليه اخرى، اللي بنسميهم الريستريكتيف بروسيجرز، اللي هي معناها تصغير حجم المعده فقط، زي التكميم، زي الحزام زمان، زي التدبيس زمان. في عمليات بتعتمد فقط على ان الاكل لازم يقل، واول ما المعده توسع ممكن المريض يرجع تاني، زي التكميم مثلا. التحويل مختلف، بصغر المعدة بس مش ده التارجت بتاعي، فما بصغرهاش قوي. الهدف الأساسي إن الشخص ياكل، لكن 3/4 القيمة الغذائية خصوصا من السكريات والنشويات اللي هي الحاجات اللي بتتخن والدهون لا تمتص، وبالتالي يبقى هو بياكل اللي هو عايزه وعدد وجبات كتير. هو ليه عدد وجبات كتير؟ لو احنا نفتكر الرسمة بتاعت التحويل، في توصيلة دائمة بين المعدة وبين الأمعاء، صح، مفتوحة 24 ساعة. أيوة. عكس التكميم، التكميم ماشي في الطريق الطبيعي بتاع بوابة المعدة، يعني معدة صغرت لكنها بتصرف عن طريق بوابة المعدة الرئيسية اللي بنسميها البايلوريك رينج. بايلوريك رينج دي بتفتح 10 دقايق أو ربع ساعة تعدي شوية أكل وبعدين تقفل يجي ساعتين. معناها إن المريض لو كان لقمتين بيفضلوا في معدته طول الوقت، فيبقى أكله قليل. أيوه. وتصريف الصورة. الأكل بطيء جدا. ده التحويل، زي ما حضرتك شايفة في معدة وفي توصيلة مفتوحة 24 ساعة، معناها هو بياكل والأكل يدوبك بيقعد شوية صغيرين في المعدة ياخد مصاري ويعدي على طول وتفضي كل الأكل، ده معناه إن هو هيجوع تاني فياكل، فيحصل إن هو كل ساعتين يلاقي نفسه بياكل الوجبه تقريبا نص وجبته الاصليه. ايوه. بس بياكل ضعف عدد الوجبات، فلو حسبت هتلاقي ان هو بياكل زي ما كان بياكل الاول بالظبط كده، او على الاقل يعني بالبلدي كده نفس الكالوريز اللي بياخدها بالظبط، لكن ما بتظهرش عليه. ما بنقولوش امسك نفسك مثلا في الحلويات ولا السكريات ولا العصاير اللي لها كالوريز عاليه ولا الشوكليت ولا مش عارف نفسه راحت لكنافه ولا التارت ولا الجاتوهات، لا بياكل كل اللي هو عايزه، كل اللي هو وده عايزه.
من الحاجات المميزة جدا جدا لعملية التحويل المصاغة للدماغ. طب هنعمل بقى مقارنة زي ما حضرتك بدأت معانا الفقرة دي، ان في ناس بيبقوا محتاجين ينزلوا وزن 100 كيلو زي عم محمد سعد، وفي ناس لا مش للدرجة دي. ايه رأيكم نشوف الكيس التانية اللي معانا النهاردة استاذ خالد ونشوف الفرق ما بينهم ايه؟ بس نشوف التقرير الاول. اسمي خالد محمد الفضالي، سني 55 سنة، وزني كان 100 كيلو قبل العملية. بعد العملية وزني 73 كيلو، وزن المثالي. طبعا ما كان وزني 100 كيلو كنت بعاني معاناة كبيرة جدا في اختيار اللبسي، في مظهري، كانت معاناة كبيرة جدا. بالإضافة كنت مريض سكر، يعني بالإضافة لوزن زيادة كان عندي سكر. طبعا بعد قرار العملية اختلفت حياتي، يعني نزلت الوزن المثالي والسكر الحمد لله. طبعا كانت معاناة كبيرة جدا في حياتي بسبب الحاجتين دول، الوزن والمرض. طبعا كان أمنية حياتي ان انا الاقي حل لمعاناتي دي تروح، سواء كان في وزني او في مرضي. والحمد لله يعني بعد فترة من ان انا ابحث الحمد لله توصلت للدكتور احمد السكري من خلال اعلاناته، برامجه في التلفزيون، وتواصلت معاه وخدت القرار ان انا اعمل عمليه تحويل مسار، ودي كانت افضل عمليه بالنسبه لي. واصبح وزني من 100 كيلو ل 73 كيلو اللي هو الوزن المثالي. فالحمد لله من 6 سنين للان الحمد لله السكر انتهى تماما. بعد اسبوع من اجراء العمليه انتهى السكر، ضغط، الوزن، وصلت الوزن المثالي. طبعا له كان مردود كبير على حياتي بالنسبة لشغلي وحياتي الشخصية، لبسي تغير، حياتي تغيرت بالنسبة كبيرة. يعني أستاذ خالد الصور قبل وبعد شخص عادي، شخص طبيعي، يعني لو شفته في الشارع ما أقولش أن هذا الرجل بيعاني من سمنة مفرطة. احكيلي عن الأستاذ خالد كده. هو ده النموذج الثاني اللي احنا بنتكلم عليه، ان في ناس كتير بتعتقد ان عمليات السمنه لازم تتعمل لمرضى تخان جدا، صح، اللي هم زي ما كان في الاول بنقول معامل كتله الجسم فوق 40. الحقيقه الكلام ده اتغير في الفيدرالية الدوليه واتغير في البراكتس او الممارسه، لان بعد ما اصبحت عمليات التحويل المصغر للمعده بتعالج السكر اصبح يخس او ما يخسش ويخس قد ايه، ده مش هو التارجت الاساسي للحالات اللي زي كده. الى جانب في ناس برضو ما يبقاش عندها سكر بس عندهم 20 30 كيلو بس مش عارفين يعملوا ايه، صح، وعايزين ياكلوا كل حاجه، وعايزين ممكن يبقوا بري دايابيتك، ممكن يكونوا قابلين ان هم يجيلهم مرض السكر، وعايزين يحموا نفسهم للمستقبل، صح. لان ميزه التحويل المصغر انها عمليه لايف لونج، بتعيش العمر كله. فهي تقول لك طب ما انا دلوقتي 90 كيلو او 95 كيلو، ولو سبت نفسي او مع تقدم السن هلاقي نفسي عديت ال 100 وال 110، واجي في وقت الاقي وزني عدى جدا ومشاكل السمنه ظهرت عليا، وساعتها ممكن اخاف اعمل عمليه عشان خاطر السن يبقى تقدم شويه، صح، جالي مش عارف ايه في القلب، في مضاعفات بقى للسمنة، سكر ظهر. طب ما انا اخد الخطوه دي بدري. السر دكتور احمد في ان استاذ خالد ما خسش قوي، يعني اللي عنده 100 كيلو ويعمل تحويل مسار بعد 6 سنين زي ما هو قال في الفقره او في التقرير، ابص الاقيه بقى يعني بقى سكيلتون كده، بقى خاسس جدا ويبقى باين خاطئة عن عمليات التحويل اللي هو بيقارنوها بتحويل المسار القديم. لا، تحويل المصغر للمعده عمليه فاشنبل، بنقدر نتحكم في مقاساتها وفي نتائجها، بس طبعا بخبره جراح فاهم يعني ايه جزء المعده، يعني ايه قطر التوصيله، طول الامعاء اللي بوصلها قد ايه، يديني امتصاص قد ايه، ويديني فقدان للوزن قد ايه. يعني بارامترز احنا على مدى السنين، انا عايز اقول لحضرتك الكلام ده مش في الكتب، الكلام ده احنا اتعلمناه بالبراكتس
على سنين طويلة وعلى مئات الآلاف من من الحالات. دكتور أحمد دايما يعني بتخلينا نندهش مع النتائج، وما شاء الله احنا مش بنعرض لكم مثلا حالة السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها، مع ان ده محترم وده مقبول جدا، لكن الحالات اللي شفناها النهاردة من خلال التقارير اللي بقاله 10 سنين واللي بقاله 6 سنين، فده يخلينا نبص للموقف بشكل مختلف تماما. في نهاية الفقرة لأن وقت انتهى لكن كلامنا أكيد ما انتهاش، بشكر الأستاذ دكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة، أشوفكم الحلقة الجاية يا رب على كل خير. باي.